بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 25. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خاطب الله سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس،
وكان يحزنه إذا لم يستجيبوا لما يدعوهم إليه، لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، إشفاقا عليهم من العذاب، لأن من عصى الله ورسوله إن له نار جهنم. فهو صلى الله عليه وسلم كان يشفق عليهم ويريد إنقاذهم من النار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان صلى الله عليه وسلم يحزن ويغتم إذا رأى من لا يستجيب لدعوته، خوفا عليه من العقوبة العاجلة والآجلة. وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم لا يضره إذا عصوه، قالوا لا يضرونه ولكن يضرون أنفسهم، وهو يريد لهم الخير ويريد لهم النجاة. وهذه صفة الداعية الناصح، الداعية الناصح هذه صفته، أنه يريد للناس الخير، يدعوهم إليه ويحذرهم من الشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزن إذا رأى منهم إعراضا عن قبول الحق، من باب النصيحة لهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى له: لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سهى، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلكها. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص، وكان يتعب في تبليغ الرسالة نصيحة للخلق، حتى يخشى عليه أن يهلك عليه الصلاة والسلام ويعرض نفسه للمخاطر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سارعون يتمادون في الكفر ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يزيدهم ذلك إلا إيغالا في الكفر، عنادا وتكبرا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سارعون في الكفر، كان المفروض أن يتراجعوا عن الكفر وأن يتوبوا، ولكنهم على العكس، ما يزيدهم ذلك إلا ازديادا من الكفر. ثم قال جل وعلا: إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم في كفرهم لن يضروا الله شيئا، لأن الله غني عنهم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا
فإن الله لغني حميد. الله جل وعلا لا يضره كفر الكافر ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما هذا يرجع إليهم، فالمطيع يكون اختار لنفسه النجاة والسعادة، والكافر اختار لنفسه الشقاوة والعذاب، فهم ضروا أنفسهم ما ضروا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فملكه تام سبحانه، لا ينقصه كفران الكافر ولا تزيده طاعة المطيع، ملكه تام. إنهم لن يضروا الله شيئا، أي شيء ولو يسير، الله لا يلحقه ضرر لا كثير ولا قليل، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني في الجنة، يريد الله إرادة كونية، لما أعرضوا وكفروا فالله يريد لهم الشقاوة جزاء لهم، ألا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة أي من الجنة، لأن الجنة للمتقين والمؤمنين والنار للكافرين والمعرضين والمنافقين والعصاة، ولهم عذاب عظيم ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، بدلا من ذلك أن يكون لهم حظ في الآخرة لهم عذاب عظيم والعياذ بالله بسبب فعلهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا أي استبدلوا الكفر بالإيمان، باعوا الإيمان بالكفر، واعتاضوا عن الإيمان بالكفر، هذا معنى اشتروا الكفر بالإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، نعم لن يضروا الله شيئا، مثل الآية التي قبلها، إنهم لن يضروا الله شيئا، فهم إذا استبدلوا الكفر وآثروه واختاروه لأنفسهم وتركوا الإيمان فإنما يضرون أنفسهم، لن يضروا الله شيئا لأن ملكه تام وهو غني عنهم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم مؤلم شديد لا يعلم ألمه إلا الله سبحانه وتعالى، لهم عذاب في الآخرة وأيضا عذاب في الدنيا، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، ولهم في الآخرة عذاب أليم.
ولا يحسبن الذين كفروا، هذا خطاب للكفار بعد ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة، خاطب الكفار. ولا يحسبن الذين كفروا أن يظنوا أنما نملي لهم، أي نمهلهم ونعطيهم من الأموال وهم كفار، لا يظنوا أن هذا من كرامتهم ومن سعادتهم، بل هو شقاء عليهم. الله جل وعلا يملي للظالم، ولكنه إذا أخذه لم يفلته. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فإذا رأيت الله يعطي النعم والأعمار للكفار فاعلم أن الله أراد بهم شرا، وليس هذا من الخير لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، استدرجهم سبحانه وتعالى من أجل أن يطغوا ويتزايد كفرهم ويعجبون بدنياهم وبإمكانياتهم وما هم عليه. فالكفار في كل وقت ولا سيما في هذا الزمان يكون بأيديهم زهرة الدنيا، يكون بأيديهم ثروات، يكون بأيديهم قوات واختراعات صناعات، كل هذا ضرر عليهم لأنهم يتمادون في طغيانهم ويظنون أن هذا كرامة لهم وأنهم على حق، لأنهم يظنون أنهم لو كانوا على باطل ما أعطاهم الله هذه النعم، وهذا من الغرور والعياذ بالله، هذا من الغرور والازدياد من الكفر. والله جل وعلا يضيق على المؤمنين ويبتليهم ليكفر عنهم سيئاتهم ولأجل أن يرجعوا إليه ويسلموا من الأشر والبطر، وينعم الكفار من أجل أن يطغوا ويزدادوا كفرا والعياذ بالله. إنما نملي لهم ليزدادوا من طغيانهم وشرهم، يزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. هذا في الدنيا يملي لهم ليزدادوا من الكفر والطغيان، وفي الآخرة لهم عذاب أليم والعياذ بالله، لهم عذاب أليم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فيه هانة. هم كانوا في الدنيا يظنون أنهم مكرمون، لكن عاقبتهم الهوان والذلة والسفالة
أيكونون أحقر الناس يوم القيامة؟ وهل هناك أحقر من النار والعياذ بالله وما فيها؟ هي مأواهم، لم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، لا تغني عنهم من الله شيئا، ولهم عذاب مهين. ثم قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا فيه بيان الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم بالمصائب، بالجوع، بالخوف، يجري هذا سبحانه ليتميز المؤمن الصادق الذي يصبر عند المصائب، يصبر عند المصائب ويعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالمؤمن ما تزيده الشدائد إلا ثباتا وقوة في إيمانه، كما سبق في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشدائد تصنع المؤمنين، تصقلهم، تنظفهم. وأما المنافقون الذين يدعون الإيمان فإنهم ينكشفون عند الشدائد ويتبين كفرهم الذي كانوا يسترونه، حالة الرخاء كانوا يتسترون بالإيمان وبشهادة أن لا إله إلا الله، وأما في قلوبهم ففيها الكفر الصريح. هذا ينكشف، ما يدوم، ينكشف عند الشدائد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون لما جاءت هذه الشدة يوم أحد، لما جاءت هذه الشدة يوم الخندق، يوم الخندق زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، تكالب عليهم العدو من الداخل ومن الخارج، الكفار محيطون بالمدينة والمنافقون تبين نفاقهم وكفرهم، واليهود صرحوا بالعداوة وانضموا إلى المشركين، صار المسلمون بين الأعداء. مع هذا ما تضعضع إيمانهم ولا نقص، بل زاد. أما المنافقون إنهم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، متى؟ قالوا يوم الخندق: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، عياذ بالله. انكشف شرهم. هذه الشدائد، هذه هي الشدائد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، دائم رخاء، دائم رخاء ودائم نعمة ودائم، لا، لابد يجري الامتحان فيتبين المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. ما كان الله ليذر، يعني يترك المؤمنين على ما أنتم عليه،
ما كان الله، هذا نفي، هذا نفي شديد، يذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الرخاء والنعمة والثروة، حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز الخبيث اللي هو المنافق الذي يدعي الإيمان من الطيب المؤمن الصادق الذي يثبت عند الشدائد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فأنتم لا تعلمون الصادق من الكاذب، لأن هذا لا يعلمه إلا الله، علم الغيب الذي في القلوب ما يعلمه إلا الله، إنما لنا إلا الظاهر، لكن ما في القلوب من صدق أو نفاق لا يعلمه إلا الله. وهذا لا يطلع الله عليه أحدا من الناس، لأنه من علم الغيب، إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله يطلعهم على ما يشاء من الغيب لأجل بيان صدقهم وتأييدهم، ولكن الله يجتبي، يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على شيء من الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أشياء أطلعه الله عليها لكنه لا يخبر بها، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي يختار ويطلعهم على ما يشاء من المغيبات، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. والله يطلع أنبياءه على شيء من الغيب لأجل تأييدهم ولأجل بيان صدقهم، آية لهم ومعجزة لهم دون غيرهم. أما من يدعي علم الغيب من سائر الناس فهو كذاب وهو كافر، من ادعى علم الغيب فهو كافر، من أنواع نواقض الإسلام ادعاء علم الغيب. فالذي يدعي أنه يعلم الغيب أو يعلم شيئا من الغيب هذا يكفر والعياذ بالله، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله، آمنوا، ازدادوا إيمانا. شوف، الله يأمر المؤمنين أن يقول آمنوا بالله ورسله مع أنهم مؤمنون، يعني ازدادوا من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فالله يأمر المؤمنين بالإيمان، يعني بالزيادة من الإيمان. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا، بيّن الله جل وعلا ثمرة الإيمان، بيّن ثمرة الإيمان. وإن تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا بالله ورسله وتتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، هذه التقوى، فلكم أجر عظيم، لكم أجر عظيم. أما الكفار فلهم عذاب أليم، لهم عذاب مهين. أما المؤمنون الذين آمنوا بالله واتقوه لهم أجر عظيم. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة والصدقات تمسخر اليهود الذين يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن، تمسخروا
تمسخروا من ذلك. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يظن هؤلاء أن ما يدخرونه من الأموال والأرصدة والثروات يبخلون بإخراج الزكاة، المراد البخل بإخراج الزكاة التي فرضها الله عليهم. أما من أخرج الزكاة فليس بخيلا، ليس بخيلا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، شوف، ما هم من كسبهم ولا من كدهم، وإنما هو من إيتاء الله لهم ورزقه لهم. يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني من عطائه، فضل منه، ليس استحقاق منكم على الله سبحانه وتعالى، ما هو باستحقاق. الثروة ذي والمال ما هو بحق لك أو استحقاق لك، هذا فضل من الله من الله به عليك، فأدي حقه وهو الزكاة. خلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هو ألا يقولون ضمير الفصل، خيرا لهم مفعول ليحسبن، هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. هم يدخرونه يبونه خير، يبونه ثروة، يبونه مال، لكنه شر، يدخرون شر والعياذ بالله. الزكاة ما خالطت مالا إلا أهلكته. هو خيرا لهم بل هو شر لهم. كيف شر لهم؟ مع أنه مال، هل المال شر؟ نعم يكون شر، إذا منعت الزكاة يكون شرا، بل هو شر لهم. كيف يكون شر لهم؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون ما بخلوا به، كل المال الذي عند الغني الذي يمنع الزكاة يكون يوم القيامة طوقا في عنقه، طوق يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في الحديث أنه ما من صاحب دينار، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة صفائح من نار، صفائح من نار يطوق بها، يكوى بها جبينه وجنبه وظهره يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم. قبلها يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون زكاتها، هذا هو الكنز. فالكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته، وما أخرجت زكاته فليس بكنز. وفي هذه الآية سيطوقون، جاء في الحديث أنه يمثل ماله، يمثل ثعبان، ثعبان شجاع أقرع، يعني ثعبان والعياذ بالله، ثعبان هائل، يطوق بهذا الثعبان في عنقه، له زبيبتان مملوءتان من السم، هذا الثعبان له زبيبتان مملوءتان من السم والعياذ بالله، يطوق إياه فيأخذ بلهزمتيه، لهزمتي هذا الإنسان الذي منع الزكاة، يلدغه ويفرغ فيه السم،
ويكرر هذا إلى يوم القيامة. هذا بالقبر، هذا عذاب القبر، يطوق هذا المال في قبره، ثعبان موحش هائل ممتلئ من السم، يفرغ فيه هذا السم فيلتهب جلده، يلتهب جسمه بالسم والعياذ بالله، يعذب بهذا. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. هذه الأموال وين تروح؟ إذا مات صاحبها، إذا مات أصحابها وين تروح؟ ترجع إلى الله جل وعلا. لله ميراث السماوات والأرض، ترجع إلى ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، لله ميراث السماوات والأرض، ترجع إلى الله الذي أعطاها لهذا الإنسان. إذا مات رجعت إلى الله جل وعلا. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم خيرها وشرها، فاعملوا ما شئتم، الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا وعيد من ناحية ووعد من ناحية أخرى، وعيد لمن بخل بالزكاة ووعد لمن أخرج الزكاة، أن الله يعلم هذا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لا تقول هذا ما يدرى عنه، هذا ما، لا، الله يدري عنه سبحانه وتعالى. أخفي العمل والله جل وعلا يطلع عليه ويحصيه لك ولا يضيع. والله بما تعملون خبير، فأخلص العمل وأخفي الأعمال، لا تظهرها ولا تظهر الصدقة، بل أخفها. هذا أبلغ في الإخلاص لله عز وجل. إلا إذا كان في إظهار الصدقة فيه مصلحة راجحة يقتدي بك الناس، هذا شيء طيب مع الإخلاص لله عز وجل، ما هو بقصدك الرياء، إنما قصدك أن يقتدي بك الناس. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما سمع اليهود قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يضاعفه له وله أجر كبير، وأقرض الله قرضا حسنا، قالوا ما يقترض إلا واحد فقير، وهم يعلمون أن هذا كذب على الله، لكن يريدون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون التنفير عن القرآن، ولهم يعلمون المراد من إقراض الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن الله ليس فقيرا، وإنما طلب القرض ليرده عليك خيرا مما أنفقت لمصلحتك أنت. إن الله فقير ونحن أغنياء، يطلب منا القرض. قال هذا جماعة من اليهود لما نزلت هذه الآيات، يريدون التنفير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون تشويه القرآن، وهم يعلمون أنه حق والعياذ بالله. إن الله فقير، هذا أعظم التنقص لله سبحانه وتعالى. بل قالوا أيضا يد الله مغلولة، يعني بخيل، الله بخيل يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أن الله بخيل
العياذ بالله، وصفوه بالبخل ووصفوه بالفقر، تعالى الله عن ذلك. هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ إن الله فقير. يقال إن ممن قالها يهودي يقال له فنحاص ابن عازورة أو كعب بن الأشرف، وعلى كل حال اليهود قالوا هذا، عرفنا من قالها ولم نعرفه، الله أخبرنا بهذا أن اليهود قالوا هذا، أن اليهود قالوها، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني حنا نقرض الله، هذا دليل على أن الله فقير وأننا أغنياء نقرض الله. هل كلام هذا يقوله عاقل؟ لا سيما من يدعي أنه من أهل الكتاب وأنه من أتباع الرسل يقول هذه المقال. لكن حسد الرسول، حسد محمد صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يشوهوا دعوته، أرادوا أن يشوهوا دعوته، وإنما شوهوا أنفسهم إلى يوم القيامة. إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله سبحانه سنكتب ما قالوا، سمعه الله، الله لا يخفى عليه شيء، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، يسمع جل وعلا، يسمع الأصوات، يسمع الأقوال، يعلم السر وأخفى، أخفى عليه شيء. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، يعني كلام يروح يذهب، تشفون من الرسول يروح بس، لا، سنكتب ما قالوا في صحائفهم، يحاسبون عليه يوم القيامة، هالكلام ذا سيحاسبون عليه يوم القيامة، يكتب عليهم في صحائفهم، تكتبه الحفظة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنكتب ما قالوا. وقتلهم الأنبياء جريمة عظيمة أخرى، وهي أنهم يقتلون الأنبياء، اليهود يقتلون الأنبياء، قتلوا يحيى وقتلوا والده زكريا عليهما الصلاة والسلام، وهموا بقتل عيسى عليه السلام ونجاه الله منهم ورفعه، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم فنجاه الله منهم. فمن أعمال اليهود الخبيثة أنهم يقتلون الأنبياء، لا يكتفون بتكذيبهم بل يقتلونهم والعياذ بالله. وقتلهم الأنبياء يعني ونكتب قتلهم الأنبياء، يعني قتلوا الأنبياء وراحت القضية نسيت، لا، مكتوبة، مكتوبة والعياذ بالله. وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتل الأنبياء لا يكون بحق أبدا، وإنما يكون بغير حق. ونقول ذوقوا، نقول لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق، النار والعياذ بالله، النار المحرقة، ذلك أي هذا الحريق الذي تقاسونه وتذوقونه بما قدمت أيديكم في الدنيا، بما قدمت أيديكم من الأعمال الخبيثة في الدنيا. ما ظلمهم الله سبحانه، ما عذبهم بغير سبب، الله لا يظلم أحدا. ما ونقول ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحد، يجزي كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك
فلا يلومن إلا نفسه لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد. الذين قالوا هذا أيضا من جملة جرائم اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا أي أمرنا سبحانه ألا نؤمن لرسول. لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما معه اللي أمرنا الله أن نؤمن بسببه، ما مع محمد شيء يدل على صدقه، وين راح القرآن وين راحت المعجزات التي مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبد ما معه شيء، ما معه، كذاب. إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. نعم، كان من معجزات الأنبياء السابقين، كان من معجزاتهم أنهم يأتون بالقربان تأكله النار، يعني إذا أحد تصدق، إذا غنموا من الكفار غنائم في الحرب تأتي نار وتحرقها، إذا تقبلها الله جاءت نار وأحرقتها، هذه علامة القبول، علامة القبول، وهي معجزة لهؤلاء الرسل في وقتهم. وكل رسول يجعل الله له معجزة تناسب قومه. ما هو دائم أن الرسل يأتون بقربان تأكله النار، تارة يأتون بهذا في وقته، وتارة يأتون بمعجزات أخرى تناسب قومهم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله، أعجزهم هذا. هل بعد هذه الحجة حجة حتى يأتينا بقربان تأكله النار؟ محمد ما جاءنا بقربان تأكله النار، طيب هذا يستمر إلى يوم القيامة؟ هذا انتهى في وقته. الله يجعل المعجزات بحسب حاجة الناس وما يناسب الناس، لكل وقت بحسبه. جعل لموسى عليه السلام العصا التي تنقلب حية فأعجزت السحرة، وجعل لعيسى إبراء الأكمه والأبرص الذي أعجز الأطباء، وجعل لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي أعجز الفصحى والبلغاء أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة، عجزوا عن هذا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل يا محمد، قل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالمعجزات الكثيرة وبالذي قلتم بهذه المعجزة، هل آمنتم بهم؟ لا، قتلتموهم. حتى يأتينا بقربان، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي المعجزات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. آمنتم بهم لما جاءوكم بالقربان الذي تأكله النار، قتلتموهم، ما كفى أنكم كفرتم بهم بل قتلتموهم والعياذ بالله. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فإن كذبوك أيها الرسول يا محمد، إن كذبوك، كذبك اليهود، فقد كذب رسل من قبلك، لست أول من كذب. هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، قد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وكذبوا مع هذا، جاءوا بالبينات المعجزات
والزبر الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزبور بالبينات والزبر، والكتاب المنير المنزل من عند الله سبحانه وتعالى الذي يضيء للناس وينير لهم طريقهم. ومع هذا كذبوا، مع هذا كذبوا، جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. ثم قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، الموعد عند الله سبحانه وتعالى للجميع، للمؤمنين والكفار والمعاندين والموافقين، كلهم لهم موعد عند الله جل وعلا. متى يبدأ هذا الموعد؟ من الموت، يبدأ من الموت. كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، اليهود والنصارى والمسلمون والأنبياء والرسل والصالحون والأولياء والجن والإنس، كل نفس ذائقة الموت. يعني تبون تسلمون تهربون من الله؟ لا، ما مرجعكم إلى الله ومردكم إلى الله سبحانه، يجازيكم على قبائحكم وأعمالكم. افعلوا ما شئتم، تمردوا، كذبوا، افعلوا ما شئتم، لن يذهب هذا، لكم موعد مع الله جل وعلا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، دار الجزاء يوم القيامة، أما الدنيا فهي دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء. إنما توفون أجوركم على أعمالكم، توفون، ما ينقص شيء من جزائكم عند الله جل وعلا، ما ينقص شيء، وفى، توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما في فوز إلا لمن زحزح عن النار، يعني أبعد عن النار وأدخل الجنة، هذا هو الفائز. أما من لم يزحزح عن النار فإنه غير فائز، بل هو خاسر. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تغر من يعجب بها ويتعلق بها، تغره. أما من لم يعجب بها فإنها لا تضره بل تنفعه، تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالدنيا إن استعنت بها على طاعة الله صارت خيرا لك، وإن استعنت بها على معصية الله وعلى الكفر صارت شرا ووبالا عليك. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، مهما عطيتم في الدنيا ومهما عمرتم فلا بد من الموت، لا بد من الموت للجميع. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما صحة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف من جهة السند. نعم. تقول سماحة الشيخ: كثر الحديث في وسائل الإعلام
هذه الأيام وإشاعة هذه الفكرة بين العوام وهو إباحة الغناء بالمعازف وأنه لا نص صريح على تحريم ذلك، وجل الأحاديث الواردة إما ضعيفة أو موضوعة، فنرجو من سماحتكم بيان الدليل الصحيح في هذه المسألة. القائل لهذا الكلام معروف، ما عنده علم، معروف، نعرفه، كل يعرفه، أن ما عنده علم يؤهله إلى أن يقول هالكلام، ولكنه قاله قاله عفى الله عنا وعنه، قاله بدون علم. هل درس الأحاديث والآيات وكلام أهل العلم وعرفها أو لا؟ ما ليس عنده شيء من هذا، إنما يردد كلام غيره، يردد كلام غيره من المبيحين للأغاني والمزامير، يردد كلامهم فقط من غير بصيرة ومن غير علم، فلا يغتر بكلامه. نعم. يقول سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، البعض يقول بأن هناك صفات تثبت أو تثبت بالإجماع المجرد وليس لها دليل على ثبوتها من الكتاب والسنة، بل دليلها الإجماع فقط، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح، ولا أحد قال هذا من أهل العلم المعتبرين. صفات ما تثبت إلا بالكتاب أو السنة، فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وصف الله بغير ما في الكتاب والسنة فقد قال على الله بغير علم. نعم. هل قول جمعة مباركة يوم الجمعة فيه شيء؟ لا أصل لهذا. نعم، يوم الجمعة يوم عظيم ويوم فيه فضائل عظيمة وخيرات كثيرة، لكن لا يهنأ به مثل ما يهنأ بالعيدين، ما يهنأ، لا أصل لهذا. نعم. هل من نصيحة حول ما انتشر بين الناس من التصوير في الحرم بصورة غير طبيعية، وهناك من يصور أهله والنساء، فما نصيحتكم؟ من صور صورة، هذا في الحديث الصحيح، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يجعل لكل مصور بكل صورة صورها، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم في الحرام وفي غيره. فالتصوير حرام بأي وسيلة وفي أي مكان ولا يجوز، وكل ما أكثرت من التصوير فهو أشد عذابا عليك يوم القيامة. نعم. يقول إذا كان المصلي يلبس سروالا وفيه قطع يسير فوق الركبة، هل تبطل الصلاة؟ إذا بدأ من عورته شيء ما بين السرة إلى الركبة، بدأ منه شيء في الصلاة وتركه لم يستره، بطلت صلاته. إذا استمر مكشوفا وهو يعلم به ولم يستره فإنها تبطل صلاته، لأنه ليس ساترا لعورته، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. نعم. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. يقول من جاء واعتمر عن نفسه، هل يجوز له أن يخرج للتنعيم ويحرم ليعتمر عن أمه أو أبيه؟ يجوز هذا، لكن الأفضل أن يبقى في المسجد الحرام يصلي فيه الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، يطوف بالبيت، يعتكف فيه ويجلس حول المسجد والعاكفين، هذا أفضل من العمرة. نعم. ويدعو لوالديه ولمن شاء. نعم. يقول نعمل في دائرة حكومية، يقوم المدير بصرف ساعات إضافية وأحيانا دون أن نقوم بالعمل الإضافي، وعند سؤاله أجاب أنه يملك عددا من الساعات يصرفها في كل شهر، فما حكم ذلك؟
هذا يرجع إلى النظام الذي وضعه ولي الأمر. فإذا كان تصرف هذا المدير وهذا المسؤول ينطبق على النظام فلا بأس، أما إذا كان يخالف النظام فإنه حرام ولا يجوز. نعم. يوجد إمام مسجد يقوم بتصوير طلاب التحفيظ الذين في المسجد ويعلق الصور في جدران المسجد من الداخل، ويقول هذا عمل مباح، فبماذا توجهونه؟ هذا منكر عظيم، تصوير في حد ذاته منكر، تعليق الصور منكر، حتى في البيوت ما يتعلق الصور. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول المنزل الذي فيه تصاوير في قرام، يعني في ستارة مجعولة على الجدار فيها تصاوير من غير قصد، ومع هذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول هذا المنزل حتى هتكت هذه الصور. فكيف تعلق في المسجد؟ كانت لا تعلق في البيوت، كيف تعلق في المساجد والعياذ بالله؟ فهذا منكر عظيم ولا يجوز إقراره. نعم. يقول أريد اسم كتاب مبسط يشرح كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي صلاته وفي أخلاقه وبيعه وشرائه. كتب السيرة كثيرة ولله الحمد، كتب السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. يقول أعمل في شركة لمدة 28 يوم في الصحراء، ما حكم صلاتي مع العلم أنه يوجد مصلى وليس مسجد؟ هل أصلي صلاة مسافر أم مقيم؟ وما حكم الجمعة؟ الجمعة لا تقام إلا في البلدان، تقام في محل الاستيطان الدائم، محل الاستيطان الدائم تقام فيه الجمعة. أما في البر ولو طالت مدتك ساكنا فيها ليس عليك جمعة. البادية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة يقطنون حول المدينة في مواضع، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، فالذين الذين يجلسون في البر لمدة لعمل أو لنزهة أو لغير ذلك مدة تزيد على 4 أيام، هؤلاء يأخذون حكم الإقامة فلا يقصرون الصلاة، وإنما يتمونها ولا يجمعون بين الصلاتين لأنهم مقيمون. وأما الجمعة فلا تصلى إلا في مواطن الاستيطان المستمر.